أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل فرج ولي أمرك وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له وكذب به وأظهر به الحق وأمت به الجور واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل وأنعش به البلاد واقتل به جبابرة الكفر واقسم به رؤوس الضلالة وذلل به الجبارين والكافرين وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا وطهر منهم بلادك واشفي منهم صدور عبادك وجدد به ما امتحى من دينك وأصلح به ما بدل من حكمك وغير من سنتك حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه حتى تطفي بعدله نيران الكافرين فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب وأنعمت عليه وطهرته وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في العنوان السادس اليوم الموعود في القرآن. وصلنا إلى الشاهد السابع المورد القرآني السابع الشاهد القرآني السابع بقية الله خير لكم. قلنا ذكرنا دخلنا في هذا العنوان. قال الله العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. علقنا هنا بتعليق وبكلام سجلناه في الدرس وذكرناه خلال الدرس الماضي. نكمل النص القرآني
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ليس من شأننا ليس من اختصاصنا. لماذا يخص الله أهل البيت؟ هل يوجد عاطفة؟ هل يوجد صلة قربة بين الله وبين هؤلاء؟ لا يوجد هذا. ما هي الحكمة؟ ما هي العلة؟ الله أعلم بها. أمر الله السجود لآدم، يجب أن نسجد لآدم. أمر الله إطاعة أهل البيت، محبة أهل البيت، نلتزم بهذا. لا نسأل كما سأل إبليس، لا نستفهم كما استفهم إبليس. هو أمر علينا أن نمتثل لهذا الأمر. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه قال لو أن لي بكم قوة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا قوم أوفوا المكيال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون اللهم اكتبنا مع المنتظرين وآجرنا بأجر المنتظرين يا رب العالمين. أقول هنا خطوات، أي خطوات من الكلام؟ هنا خطوات. خطوة أولى أقول عن أي إيمان يتحدث نبي الله شعيب عليه السلام
الآن هذا الكلام وهذا هذه الخطوة تتعلق بشعيب عليه السلام. ماذا قال شعيب؟ ما هو المحور الحديث بين شعيب وبين قوم شعيب؟ ماذا ذكر القرآن بهذا الخصوص؟ قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، هنا يأتي الكلام. أقول عن أي إيمان يتحدث نبي الله شعيب عليه السلام؟ فهل خفي عليه أمر قومه في الكفر والاستكبار والاستخفاف به وبالله تعالى وبكل ما جاء به من أحكام إلهية، بل وإصرارهم على اتباع وعبادة ما جاء به آباؤهم؟ الآن نقول عن إيمان يتحدث، هل يعلم بأنهم يملكون الإيمان؟ عندهم إيمان؟ يوجد احتمال للإيمان أم كان كل ما عندهم هو استكبار في استكبار واستخفاف في استخفاف وظلم في ظلم وقبح في قبح وفساد في فساد؟ فإذا عن أي إيمان يتحدث؟ لا يوجد إيمان، كيف يتحدث عن الإيمان؟ كيف يحتمل فيهم الإيمان؟ كيف يجعل الإيمان شرطا في الكلام؟ كيف يعلق الأثر على وجود الإيمان؟ أليس هذا من اللغو؟ أليس هذا من اللغوية؟ ويستحيل على الله اللغوية ويستحيل على النبي العاقل العاقل النبي، يستحيل على النبي اللغوية، يستحيل اللغو على النبي على الإمام على المعصوم. أقول فيترجح ويتوجه المعنى ويتم فيما إذا فرض وجود الإيمان عندهم فعلا أو أنهم يدعون الإيمان فأراد عليه السلام الاحتجاج عليهم لكشف صدق وحقيقة الإيمان. أما مع عدم الإيمان أصلا وكان عندهم العناد والاستكبار والظلم والقبح والاستخفاف، أما مع عدم الإيمان أصلا فلا معنى أو لا يرجح أو لا يرجح أو لا يرجح جدا الإتيان بشرط إن كنتم مؤمنين. ومن هنا اختلف العلماء في المراد من بقية الله وبعد تثبيتهم عموما صفة الإيمان لقوم شعيب، فإنهم اختلفوا في معنى الإيمان بصورة عامة. ممن فسر هذه الآية، ممن ناقش هذه الآية، ممن استشهد بهذه الآية، ممن أول هذه الآية بصورة عامة قالوا هذه صفة الإيمان، وثبت هذه الصفة لقوم شعيب. أي قوم؟ القوم الذين تحدث معهم، القوم كانوا مورد الخطاب، المشافهة، الخطاب بالمشافهة كان معهم، كان الخطاب موجها إليهم. أقول بعد أن ثبتوا صفة الإيمان لقوم شعيب فإنهم اختلفوا في معنى الإيمان. ففي تفسير ابن الجوزي قوله تعالى بقية الله خير لكم، قال ابن الجوزي فيه ثمانية أقوال. أحد هذه ما هي بقية الله؟ يقول ما أبقى والذي أبقى الله لكم الحلال ما أبقاه الله من حلال، أي ما أبقى الله لكم الحلال بعد إفاء الكيل والوزن. خير من يقول هذا الذي يبقيه الله ما أبقى الله لكم الحلال بعد إفاء الكيل والوزن خير من البخس. قال أيضا يقول هذا ذكره ابن الجوزي ويقول قاله ابن عباس، يعني هذا أيضا القول ينسبه لابن عباس. القول الثاني يقول يقصد ببقية الله أو يقصد بقية الله رزق الله خير لكم، أيضا روي يقول هذا عن ابن عباس وأيضا قال به سفيان. القول الثالث طاعة الله خير لكم، بقية الله أي طاعة الله. إذن عندي ما أبقى الله لكم من الحلال، عندي رزق الله، عندي طاعة الله، هذا يقول قال به مجاهد والزجاج أو الزجاج. والرابع يقول بقية الله أي حظكم من الله خير لكم، نسب هذا إلى قتادة يقول قاله قتادة. والخامس يقول رحمة الله خير لكم، بقية يعني رحمة، بقية الله أي رحمة الله، يقول هذا قاله ابن زيد. والسادس يقول يقصد ببقية الله وصية الله خير لكم، وصية الله خير لكم، يقول قاله الربيع. والسابع ثواب الله في الآخرة خير لكم،
قاله مقاتل، والثامن مراقبة الله خير لكم، ذكره الفراء وقرأ الحسن البصري. وأيضا في القراءة يقول يوجد اختلاف، قال قرأ الحسن البصري ليس بقية الله، وإنما قرأ تقية الله خير لكم. يقول قال تعالى إن كنتم مؤمنين، يكمل الكلام لابن الجوزي، إن كنتم مؤمنين يقول شرط الإيمان في كونه خيرا لهم، لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عز وجل عرفوا صحة ما يقول. إذن لاحظ، إذن بقية الله اختلفوا أم لم يختلفوا بمعنى أو في معنى بقية الله؟ اختلف القوم في معنى بقية الله، اختلف العلماء، اختلف أهل الفضل، اختلفت الرموز الدينية في معنى بقية الله. قسم قالوا ما أبقى الله لكم من الحلال، قسم قالوا رزق الله، البقية بقية الله رزق الله، وآخرون قالوا طاعة الله، وغيرهم قالوا حظكم من الله، وآخرون قالوا رحمة الله، وبعض آخر قال وصية الله، ومعنى آخر ثواب الله، ومعنى ثامن مراقبة الله. إذن لماذا مكفر، لماذا يكفر الشيعة، لماذا يستخف الشيعة عندما يأتون بقول تاسع، بمقترح تاسع، باحتمال تاسع، وأنه يقصد ببقية الله هو المهدي عليه السلام، ليس مهدي الشيعة، وإنما عنوان المهدي، المهدي الموعود، سواء كان مولودا أو سيولد. ما هذا الحقد، وما هذه الأنانية، وما هذا التكفير الفكري، وما هذه الدكتاتورية الفكرية، وما هذه الألغام الفكرية والعبوات الناسفة الفكرية؟ لماذا يمنع الشيعة من طرح هذا العنوان ومن طرح هذا المحتمل، خاصة أن هذا المحتمل ينسب إلى إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، والجميع يقر بالفضل أئمة أهل البيت. الآن نرجع إلى تفاسير التكفيريين وممن ينصب الأعداء لأهل البيت، هل تجدون ذكر لأحد رموز أهل البيت، لأحد أئمة أهل البيت في تفاسيرهم، في كتبهم، في كتب الروايات؟ لا يوجد، وإذا وجد شيء فليس له مقارنة مع ما ذكر للغير بحكم لا شيء، بحكم العدم. الآن ذكر عدة أشخاص، عدة عناوين، عدة أسماء. هو من ذاته ابن الجوزي نسب قول أول لابن عباس، وقول آخر لابن عباس ولسفيان، وذكر مجاهد والزجاج، الزجاج وقتادة وابن زيد والربيع ومقاتل والفراء والحسن البصري وغير هؤلاء. لماذا لا يذكر معهم الإمام الباقر أو الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام السجاد عليه السلام أو الحسن أو الحسين عليهم السلام؟ لماذا لا يذكر أحد أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ الآن هل هذه الأقوال تابعة لشرط صحة الرواية وصحة السند، حتى نقول القوم من بداية الأمر خرجوا الشيعة وأئمة الشيعة من الوثاقة ومن الثقات؟ لا يوجد. حتى أقوال من التوراة، من الإنجيل، من الإسرائيليات يأتون بها في كتب التاريخ وفي كتب السير وفي كتب التفاسير، وأيضا آراء شخصية واجتهادات شخصية أيضا تذكر. لماذا لا يذكر اجتهاد الصادق عليه السلام، اجتهاد الباقر، اجتهاد الكاظم، اجتهاد الرضا، اجتهاد الجواد، اجتهاد الهادي، اجتهاد العسكري، اجتهاد السجاد عليه السلام؟ لماذا يذكر اجتهاد هؤلاء الأئمة؟ إذن أقول، ومن الواضح أو من الواضح أن الخطاب للقوم للمجتمع، ومن الواضح أن الخطاب للقوم للمجتمع، لمن كان في مورد الخطاب ولدوام واستمرار الأحكام الشرعية والإرشادات والتوجيهات والخطابات الشرعية إلى يوم الدين أيضا تشمل باقي المجتمع. إذن هذا خطاب للقوم، خطاب للمجتمع. إذن واضح الآن، هذه خطوة أولى. أقول ومن الواضح أن الخطاب للقوم للمجتمع والالتزام الأخلاقي، إذا كان الخطاب للقوم للمجتمع والالتزام الأخلاقي، يترتب آثاره الحسن على المجتمع حتى لو كان المجتمع كافرا وغير مؤمن. التفت جيدا، خطاب للقوم، خطاب للمجتمع. الآن هذا سؤال، الالتزام الأخلاقي، الالتزام بالأدب، الالتزام بالأخلاق، الالتزام بالنظام، يأتي بأثره الحسن على المجتمع أم لا يأتي بأثر حسن على المجتمع؟ تقول يأتي بالآثار الحسنة. إذن أقول من الواضح أن الخطاب للقوم للمجتمع والالتزام الأخلاقي، يترتب
أثره الحسن على المجتمع، حتى لو كان المجتمع كافرا وغير مؤمن، فيكون التزامهم الأخلاقي بالوفاء بالكيل والميزان فيه الخير لهم وإن كانوا فاقدي الإيمان. فمعرفة صحة ما يقول، لاحظ، فمعرفة صحة ما يقول، فمعرفة صحة والتمامية ما يقول لا يتوقف على الإيمان بالله، بل ممكن أن يحصل التصديق من خلال الآثار المترتبة على الفعل. واضح المسألة؟ فقط أريد أن أشير إلى هذا الأمر، أريد أن أنبه الذهن، أريد أن أؤسس في الذهن أن التقييد بالمؤمنين فيه خصوصية معينة، هذه الخصوصية لا تترتب إذا كان الخطاب مع الكافرين، مع القوم، مع المجتمع، مع القوم، مع المجتمع الكافر المعاند. فكيف يشترط أو يشرط بالإيمان وبوجود الإيمان؟ ترتب الأثر، كشف مصداقية ما قال يعرف من الأثر، وهذه قضية ثابتة مجتمعا، ثابتة اجتماعيا، معروفة اجتماعيا. كل المجتمعات تبحث عن نظام، تبحث عن تقييدات أدبية، تقييدات أخلاقية، تبحث عن التزامات، تبحث عن واجبات، تبحث عن حقوق، تبحث عن قانون. إذا نقول من الواضح أن الخطاب للقوم للمجتمع والالتزام الأخلاقي يترتب أثره الحسن على المجتمع حتى لو كان المجتمع كافرا وغير مؤمن، فيكون التزامهم الأخلاقي بالوفاء بالكيل والميزان فيه ويكون التزام الأخلاقي بالوفاء بالكيل والميزان فيه الخير لهم وإن كانوا فاقدي الإيمان. فمعرفة الصحة وتمامية ما يقول لا يتوقف على الإيمان بالله، بل ممكن أن يحصل التصديق من خلال آثار مترتبة على الفعل. يكمل ابن الجوزي يقول: وفي قوله وما أنا عليكم بحفيظ، يقول ثلاثة أقوال: أحدها ما أمرت بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. انتهى المقتبس من ابن الجوزي. أقول هنا تعليق، لا زال الكلام أين؟ لا زال الكلام في الخطوة الأولى، قلنا هنا خطوات، خطوة أولى، لا زال الكلام في الخطوة الأولى. أيضا أقول هنا تعليق، كيف يقول شعيب هذا تعليق؟ وقبل قليل أيضا ذكرنا تعليقا، فهذه هذا تعليق وهذا تعليق ضمن الخطوة الأولى. أقول كيف يقول شعيب عليه السلام لقومه الكفار بأنه غير مأمور بقتالهم ولا بإكراههم على الإيمان، وفي نفس الوقت يحتمل فيهم الإيمان ويأتي به، يأتي بالإيمان كشرط لتصديق ما يقول وما يترتب من الخير على الالتزام بما يقول، يعني يحاجج، يقول إن كان عندكم إيمان، إن كنتم مؤمنين، فهذا سيترتب عليه الأثر، هذا سيكون فيه الخير لكم، وفي نفس الوقت يقول أنا ما أمرت بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. إذن هو يعلم أنهم غير مؤمنين لكنه غير مأمور بقتالهم وإكراههم على الإيمان، إذن كيف يشترط عليهم الإيمان ويحتمل فيهم الإيمان ويوقف ترتب الأثر والخير على وجود الإيمان؟ إذن كيف يقول شعيب عليه السلام لقومه الكفار بأنه غير مأمور بقتالهم، غير مأمور بقتالهم ولا بإكراههم على الإيمان، وفي نفس الوقت يحتمل فيهم الإيمان ويأتي به كشرط لتصديق ما يقول وما يترتب من الخير على الالتزام بما يقول؟ ومن هنا يأتي القول بأن الخطاب في الآية موجه أولا وبالذات للمؤمنين ومحتملي الإيمان في مورد الخطاب بالمشافهة، وثم يكون شاملا لغيرهم أيضا وممن سيؤمن لاحقا، وأيضا ممكن أن يكون شاملا للآخرين جميعا لإتمام الحجة على الجميع. إذن هنا نقول إذن من توجه إليه الخطاب، من حكى معه شعيب، كان عندهم إيمان، كان يحتمل عندهم الإيمان، كان يظهر عندهم الإيمان، فلذلك قال لهم بشيء ووعدهم بشيء ووعدهم بخير، وقال إن كنتم مؤمنين، إن كان عندكم الإيمان، إن كنتم مؤمنين فسيكون لكم الخير وستكونون في خير وعلى خير وإلى خير، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذن هنا نقول، نرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل، قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بعد أن قلنا يوجد أناس هنا يتصفون بالإيمان، يظهر عندهم الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنه
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن صدق الإيمان عندكم، إن صدقتم في إيمانكم. إذن يتحدث مع مؤمنين، يتحدث مع من يظهر الإيمان، ووعده بشيء بخير، وعدهم بما أبقى الله له من حلال، وعده برزق، وعده بطاعة الله، وعده بحظ، وعده برحمة، وعده بوصية، وعده بثواب، وعده بمراقبة الله، وعده بالمهدي بقية الله. ما هو الفرق بين هذا المحتمل وهذا المحتمل؟ هذه الخطوة الأولى. خطوة ثانية، أقول مما سبق نحتمل بل ويرجح جدا أن الخطاب في هذه الآية، أن الخطاب في هذه الآية خارج سياق باقي الآيات، وذلك لاشتراط الإيمان في الآية. فيكون الخطاب، يعني باقي الآيات، هي خطاب للكافرين، للقوم الكافرين، للمستكبرين، للظالمين، للفاسدين، للمفسدين. هنا بعد المقدمة والتوطئة التي ذكرناها قبل قليل، أقول بما سبق نحتمل بل ويرجح جدا أن الخطاب في هذه الآية خارج سياق باقي الآيات، وذلك لاشتراط الإيمان في الآية. فيكون الخطاب فيها موجه لقوم مؤمنين ممن صدق إيمانه وثبت على ذلك، وممن آمن لكنه لم يثبت على الإيمان، وممن كان مدعيا للإيمان ولكن لم يدخل الإيمان في قلبه. أقول وهذا غير متوفر في قوم شعيب الكافرين. خطوة ثالثة، اتضح لنا أن قوم شعيب لم يكونوا مؤمنين من الأساس، ولم يكونوا مدعي إيمان، بل كانوا معاندين. التفت عندما أقول الكلام عن قوم شعيب، أيضا القرآن تحدث عن قوم شعيب. طبعا يوجد هذه تسمى بالتقييدات اللبية، التقييدات العقلية، بالتأكيد أنهم من آمن بشعيب وهم قلة وهم من النادر الأندار، طبعا يكونون غير مشمولين بهذا العموم وهذا الإطلاق لعنوان قوم شعيب، وهذا أيضا خطاب قرآني واضح بهذا الأمر. فعندما نقول عن قوم شعيب نقصد السواد الأعظم، نقصد الكافرين، المنحرفين، المستكبرين، المستخفين. أقول خطوة ثالثة، اتضح لنا أن قوم شعيب لم يكونوا مؤمنين من الأساس، ولم يكونوا مدعي إيمان، بل كانوا معاندين، جاحدين، مستكبرين، كافرين، فاسدين، مفسدين. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لا يعبدون الله، يقول اعبدوا الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذن عدم إيمان بالله، وبعد هذا عدم التزام الأخلاق. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عدم إيمان بالله، عدم أخلاق، وفساد وإفساد. إلى أن يقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا المقطع، هذه الآية، هذا النص القرآني الذي قيد، الذي اشترط بالإيمان، نقول خارج السياق، لأن السياق يتحدث مع قوم معاندين، مع قوم غير مؤمنين، مع قوم كافرين. قالوا يا شعيب، التفت إلى مواقف قوم شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إذن على عبادة الآباء. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لاحظ الاستخفاف، إلى أي مستوى الاستخفاف؟ أصلاتك تأمرك أن نتركهم غير مؤمنين. فعندما يأتي بعنوان الصلاة يستخف بشعيب، يعني هو من الأساس لا يعترف بإله شعيب، برب شعيب، لا يعترف بالله سبحانه وتعالى، فيستخف به فيقول له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. لاحظ، خطاب من كافر، خطاب من معاند، خطاب من مستخف، خطاب من مستكبر. لكن عندما يأتي الخطاب من منصف، من مؤمن، طبعا ممكن نتقبل. عندما يقول أصلاتك تأمرك، طبعا يقصد الصلاة المأمور بها من الله سبحانه وتعالى، من عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن طريق الأئمة، عن طريق الأولياء، عن طريق الصحابة. هذا أمر وصلنا من الله سبحانه وتعالى، فممكن أن يستعمل هذه
أو هذه الأساليب. نعم يمكن أن تستعمل هذه الأساليب في التعبير وفي الاستفهام وفي المحاججة وفي الاحتجاج. أما عندما تأتي من مستكبر من كافر فهي تأتي للاستخفاف. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك، لاحظ الاستخفاف، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ويا قوم لا يجرم منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. هددهم بنفس عذاب ممن سبقهم من الكافرين. يقول وما قوم لوط منكم ببعيد، ويا قوم لا يجرم منكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قالوا يا شعيب، بعد هذا الكلام وبعد هذا النصح ماذا، ما هي الإجابة؟ استخفاف في استخفاف. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. إذن المانع بينهم وبين رجم شعيب هو رهط شعيب. تمام، اليهود قتلت المسيح عليه السلام، ما هو المانع من قتلهم للمسيح؟ الإعجاز الإلهي في رفع عيسى ووجود الشبيه. يقولون ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون، سيأتيكم العذاب المخزي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. خطوة رابعة، عن عمر بن زاهر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين. هذا احتمال، لنضع هذا الاحتمال مع باقي المحتملات، لنضع هذا المحتمل في التفسير لهذا التأويل للآية، نضعه مع باقي التأويلات مع باقي المحتملات التي ذكرها المفسرون. يقول أقول سأل رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، قال عليه السلام لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين عليه السلام، أي الإمام علي عليه السلام، ذلك اسم سمى الله به أمير المؤمنين علي عليه السلام، لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى به بعده. إذن يسأل رجل، قال ماذا نسمي الإمام المهدي عليه السلام، ماذا نسميه، ماذا نطلق عليه؟ قال سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، قال عليه السلام لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين أي علي عليه السلام، لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى به بعده. قلت السائل، قلت جعلت فداك، كيف يسلم عليه؟ إذن لا يسلم عليه بأمرة المؤمنين، إذن كيف يسلم عليه؟ قال يقولون السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بقية الله، بقية الله خير لكم. إذن الإمام سلام الله عليه يقولون السلام عليك يا بقية الله، ثم قرأ عليه السلام، ثم قرأ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، كما في الكافي الجزء الأول. إذن انتهينا من الشاهد القرآني السابع
الشاهد السابع بقية الله خير لكم. انتهينا من الشاهد السابع، ندخل في الشاهد الثامن، الشاهد القرآني الثامن من شواهد اليوم الموعود في القرآن الثامن، سنة الله، سنة الله في الانتظار، سنة الله في الانتظار. أليف، قال العلي القدير: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. اذهب وابحث عن هذا المعنى. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا، ما هي مواصفات يوم الفتح؟ مواصفات يوم الفتح، تعرف يوم الفتح من هذه الصفة، من هذا الشرط: لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر، فأعرض عنهم وانتظر، إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر، إنهم منتظرون. هذه في سورة السجدة. باء، قال تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا، أيضا هذا انتظار، وارتقبوا إني معكم رقيب. سورة هود. جيم، قال الله مولانا: وقل للذين لا يؤمنون عملوا، وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. سورة هود. دال، قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك، إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالت رسلهم، لاحظ خطاب عام، نهج عام، سياق عام، سنة كونية، سنة إلهية، سنة رسالية. يقول: قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الكل ينادي بهذا النداء، الكل يتحدث بهذا الحديث. يقول: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن عندي تأخير، ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل متوكلون. قانون إلهي، وعد إلهي بالصبر، بالترقب، بالانتظار، والنتيجة الثار الثار، النتيجة النصر النصر، النتيجة الفتح الفتح. إذن نقول: ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
إذن وانتظر إنهم منتظرون، وارتقبوا إني معكم رقيب، وانتظروا إنا منتظرون، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يوم الفتح والعذاب الأدنى، الشاهد التاسع، يوم الفتح والعذاب الأدنى، يوم الفتح والعذاب الأدنى. أليف وباء، أليف. قال السميع العليم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. التفت العنوان، ما هو؟ يوم الفتح والعذاب الأدنى. قلنا قال السميع العليم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لاحظ ما هي نتيجة الصبر؟ يصبر. وما هي النتيجة؟ يقتل، يذبح، يسبى العيال، تقطع الرؤوس، يحرق بالنار، يسحل، يمثل به، يستهزئ، يستخف به وبأهله وبعياله وبناسه وبأصحابه وبعشيرته وبقومه. إذن يصبر. ما هي النتيجة؟ الفتح، الفتح. يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هذا في سورة السجدة. باء: وقال الله العظيم: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. متى يا إلهي وسيدي ومولاي؟ متى يا سيدي؟ متى يا إلهي؟ متى يحصل هذا؟ متى يحصل النصر؟ متى يحصل الفتح؟ متى تتحقق البشرى؟ إنها بشرى إلهية، إنه وعد إلهي. مرت أجيال من المظلومين ونحن الآن في عصر المظلومين، في عصر المستضعفين، في عصر المهضومين، في عصر المسحوقين المهجرين، من المسلمين، من السنة، من الشيعة، من المسلمين، من غير المسلمين، من المستضعفين في كل العالم. متى الفتح؟ متى البشارة يا الله؟ متى نصبح ظاهرين عليهم؟ ننتظر، نريد الوعد، نريد البشارة. متى تتحقق؟ ماتت أجيال وانسحقت أجيال. لا يتحقق هذا الوعد الصادق إلا باليوم الموعود، إلا بالمهدي الموعود، إلا بدولة الموعود. أقول: وهنا خطوات. أولا تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يقول ابن كثير: قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا، يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، يعني مصائب وأسقام وآفات، يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. هذا معنى أول. إذن هو أيضا يذكر معاني عديدة للعذاب الأدنى، ونحن نقول عندما تذكر عدة معاني وعدة محتملات وعدة أقوال، لماذا لا تأتي بقول عن الإمام الكاظم أو عن الإمام الصادق أو عن الإمام الباقر أو عن الإمام السجاد أو عن غيرهم من أئمة الشيعة عليهم الصلاة والسلام أو من علماء الشيعة أو من مفسري الشيعة؟ إذن هذا القول الأول لابن عباس، الكلام لابن كثير. يقول: وقال ابن عباس أيضا: يعني به إقامة الحدود عليهم. إذن
القول الأول مصائب الدنيا وأسقام الدنيا وآفات الدنيا. القول الثاني إقامة الحدود عليهم، هذا هو العذاب الأدنى. الثالث للبراء ومجاهد وأبو عبيدة يقول به عذاب القبر. والقول الآخر للنسائي عن عبد الله يقول، يقصد بالعذاب الأدنى سنون أصابتهم. وعبد الله بن الإمام أحمد عن أبي بن كعب يقول، يقصد به المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا يقول، وعند البخاري أيضا عن ابن مسعود نحوه، يقول رواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه، وعند البخاري عن ابن مسعود أيضا نحوه، نحو ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل. وأيضا يذكر قال عبد الله بن مسعود أيضا في رواية عنه، ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم، وقال السدي وغيره، لم يبقى بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا، ومنهم من جمع له أو جمع له الأمران. إذن لاحظ، ذكر مجموعة من العلماء، مجموعة من الفقهاء، مجموعة من المحدثين، ذكر عددا من الصحابة من التابعين، لكن لم نجد أنه ذكر أي قول أي رأي أي محتمل لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا أولا، أو هذه الخطوة الأولى أو أولا. ثانيا، مسلم صفة القيامة والجنة والنار، مسلم في صفة القيامة والجنة والنار يقول عن أبي بن كعب في قوله عز وجل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان. إذن ما هو البأس عندما تذكر احتمالات كثيرة، بعض هذه المحتملات تحققت والبعض الآخر غير متحقق أو ينتظر التحقق، فما هو البأس كمحتمل كمعتقد، خاصة إذا له ما يؤيده ما يدل عليه ما يشير إليه ما قد ذكر له أساس فيضاف إلى هذا؟ أين البأس عندما يضاف كمحتمل آخر المهدي اليوم الموعود الرجعة؟ أين الإشكال؟ حاله حال باقي المحتملات. هذا ثانيا. إذن في مسلم أيضا يذكر العذاب الأدنى ويعطي عدة محتملات، الآن ليس هذا عبارة عن عدة محتملات، وإنما يعطي عدة تطبيقات للعذاب الأدنى، ليكون المهدي من العذاب الأدنى، ليكون ظهور المهدي من العذاب الأدنى، ليكون اليوم الموعود من العذاب الأدنى، ليكون الرجعة وما يحصل في الرجعة من العذاب الأدنى. ثالثا، أي الخطوة الثالثة، ثالثا المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام قال المفضل، يا مولاي ما العذاب الأدنى وما العذاب الأكبر؟ قال عليه السلام، العذاب الأدنى عذاب الرجعة، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذه الرجعة تكون عذاب على من؟ عندما يقول عذاب الرجعة عذاب أدنى وعذاب أكبر عذاب يوم القيامة، هل يوجد عاقل الآن؟ هل يوجد مغالط؟ هل يوجد سفيه يقول إذن كيف رجع؟ إذا كانت رجع فيها عذاب، كيف تقولون نحن نرجع ولا إما يرجعون؟ لاحظ، هذه هي خفة العقل وسفاهة العقل والتفكير، هذه هي المغالطات، هذا هو بغض علي، هذا هو الحقد على النبي وآل بيت النبي، يجعل الإنسان يكون بهذا المستوى من الجهل والغباء والسفاهة والتفاهة. التفت جيدا. إذن هنا بلحاظ الكافرين، بلحاظ الظالمين، بلحاظ العذاب، فإذن هو بلحاظ الكافرين، بلحاظ مستحقي العذاب، فتكون الرجعة عذابا عليهم، وأيضا يكون ما في الرجعة وما سيحصل عليهم وما سيقع عليهم بعد الرجعة فيه العذاب الشديد عليهم، وهو العذاب الأدنى. فتسمى الرجعة على الكافرين بالعذاب الأدنى لما سيقع عليهم عند الرجعة في وقت الرجعة. إذن قال عليه السلام، العذاب الأدنى عذاب الرجعة، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن قال عليه السلام، العذاب الأدنى عذاب الرجعة، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن ميز بين العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. العذاب الأدنى قال عذاب الرجعة، أي في نفس الأرض ما
مع وجود نفس السماء. أما يقول عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة متى سيكون؟ يكون الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه صفة، هذه خاصية، هذه ميزة، هذه حالة لما سيقع فيه العذاب الأكبر، تختلف عن الحالة التي يقع فيها العذاب الأدنى. وفي بحار الأنوار في قوله تعالى من العذاب، في قوله تعالى من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر عذاب جهنم، وأما العذاب الأدنى ففي الدنيا، وقيل هو عذاب القبر. وروي عن أبي جعفر أيضا، لا زال في الكلام في البحار، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن العذاب الأدنى الدابة والدجال، وأيضا ورد العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف، وأيضا عذاب القبر. العنوان العاشر أحييتنا اثنتين والرجعة، أحييتنا اثنتين والرجعة. قال الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. التفت جيدا الكلام مع من؟ يقول إن الذين كفروا ينادون، الآن يقول قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أقول هنا أولا، هنا كلام أولا، النص الشريف ظاهر في وصف حال الكافرين على إطلاقه من حيث الأشخاص والمكان والزمان، فلم يقيد بقوم معينين أو بمكان محدد أو موضع مشخص ولا بزمن معين. ثانيا تفسير الطبري يقول في تفسير الطبري وقال آخرون فيه عن السدي قوله تعالى، عن السدي قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا أو خوطبوا ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة. أقول وهنا يرد سؤال، إذن التفت جيدا ماذا يقول السدي؟ يقول أميتوا في الدنيا، لاحظ موت في الدنيا، ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا أو خوطبوا ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة. وهنا يرد سؤال، أليست هذه رجعة؟ أليست هي إحياء بعد موت؟ نعم إنها رجعة وإحياء بعد الموت، ولا يقدح في معناها وتحققها فيما إذا كانت أو فيما إذا كان الإحياء في اللحد أو القبر أو في المقبرة أو القرية أو المدينة أو البلد. ثالثا في منتخب البصائر عن أبي جعفر عليه السلام قال هو خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت، هذا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، يقول هذا خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت. وفي تفسير القمي قال الصادق عليه السلام ذلك في الرجعة. رابعا نذكر بعض الشواهد القرآنية التي تشير بوضوح إلى الرجعة والإحياء بعد الموت. والله المستعان. أليف قال مولانا العظيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف. ألم تر إلى الذين، أين العقل، أين العقلاء، أين البشر، أين أهل الإنصاف؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أين هؤلاء؟ في القبر. لاحظ يحاول البعض أن يفسر، قبل قليل ذكرنا يقول يؤكد أحيوا في الدنيا، ماتوا أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا أو خطبوا ثم أميتوا في قبورهم، يؤكد على القبور. وهنا أين ماتوا وأين أحيوا هؤلاء؟ هذا نص قرآن، أين أنتم عن القرآن؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هل يوجد أوضح من هذا النص القرآني على الرجعة وعلى الإحياء بعد الموت وفي الدنيا؟ هذا في سورة البقرة. باء
قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كم بقوا من السنين؟ كم مئة عام بقوا؟ أين؟ في الكهف، في السرداب. هؤلاء أيضا من المسردبين، هنيئا بالإمام سلام الله عليه، المسردب كما سردب أصحاب الكهف. أيها الناسبة، أيها النواصب، أيها الأغبياء، أيها الجهلة، إنكم تعادون النبي بمعاداتكم للإمام المهدي عليه السلام. نفتخر بالمسردب، نشفع إلى الله، نقدم المسردب بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، نتشفع به، نفتخر به، ننتظر الإمام المسردب عليه السلام. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق إذن وعد هذا هو وعد الله إذن ليعلموا أن وعد الله حق بالانتظار بالترقب بالفتح بالمهدي عليه السلام ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة بعد اليوم الموعود بعد المهدي ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء من المسلمين أم من الكافرين من المؤمنين من الموحدين أم من المشركين من الملحدين قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هل هذا كان الكهف السرداب هل كان مسجدا فدفنوا فيه أم ماتوا وأقيم عليهم المسجد قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 في سورة الكهف جيم قال العلي العظيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي إذن عندي ألوف عندي أصحاب الكهف عندي 70 من قوم موسى في تفسير ابن كثير قال السدي إن الله أمر موسى أن يأتيه في 70 من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا واختار موسى قومه 70 رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا هو اختار هؤلاء يقول واختار موسى قومه 70 رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لا زال الكلام لابن كثير يقول فلما أتوا ذلك
المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأرناه فأخذتهم الصاعقة فماتوا. من الذي يقول؟ ابن كثير يقول فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذ أتيتهم وقد أهلكت أو أهلكت وقد أهلكت خيارهم؟ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول روية مثل هذا عن ابن عباس وبعض السلف. ضال. قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى أماتهم في الدنيا وأحياهم في الدنيا في سورة البقرة. هذا الشاهد الآخر. ها قال مولانا العزيز أو كالذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام إماتة وإحياء في الدنيا قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في سورة البقرة. واو. قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه أيضا إماتة وموت في الدنيا وإحياء في الدنيا. زاي. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته كذلك يحيي الله الموتى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة. في تفسير ابن كثير فقلنا اضربوه ببعضها يقول هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل. جعل تبارك وتعالى الكلام لابن كثير يقول جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد ففاصلا ما كان بينهم وبين الخصومة والعناد. أقول ولماذا يا ابن كثير ولماذا لم يكن هذا حجة عليك يا ابن كثير وعلى التيمية وعلى التكفيريين وعلى المستخفين والمستكبرين لماذا لم يكن هذا حجة عليكم وعلى عليك وعلى شيخيك التيمية وعلى التيمية وعلى كل التكفيريين وعلى المستكبرين والمعاندين لماذا لم يكن هذا حجة عليكم فكفرتم الشيعة وكل من يقول بالرجعة مسلما بها كإعجاز إلهي ثبت بالدليل والحجة وثبت بالدليل الحجة عليهم بالقرآن والسنة الشريفة. يكمل ابن كثير
يكمل ابن كثير يقول: والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع، يقول من هذه المواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، والموضع الثاني هذه القصة التي ذكرها التي ذكرت كشاهد قرآني فذبحوها وما كادوا يفعلون إلى آخر النص القرآني، وأيضا يقول المورد الآخر: وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. وانتهى الكلام في هذا الشاهد القرآني. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.